مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع. احنا اليوم في دولة جديدة، مكان غريب وعجيب من دولة برمودا. انتوا سمعتوني صح، انا في برمودا. لما كنت جاي على برمودا الكل سألني انت مجنون رايح برمودا يا زلمة، المثلث برمودا والطيارات والسفن. طبعا كل هاي خرافة يا جماعة، احكيكم القصة قبل ما احكيلكم عن برمودا. برمودا بدأت قصتها كجزيرة للنيفي البريطاني عندما استقلت أمريكا عن بريطانيا بعد الحرب. فبريطانيا كانت بدها تثبت وجودها في المنطقة، فاختارت هذا المكان لأنه أقرب مكان تقريبا كبير يكفي النيفي تبعها أو البحرية تبعتها، فأخذوا هذا المكان وهو لحد الآن تابع للتاج البريطاني. الآن خلال الحرب العالمية الأولى والثانية كانت هذه أهم مكان لتمركز الطائرات البريطانية في منطقة الأطلنطي أو المحيط الأطلسي. في كاتب أمريكي كتب قصة على الجريدة عن موضوع مثلث برمودا، وأنه بنتمت من ميامي لنيويورك وإلى برمودا، وهذا المنطقة كلها كانت خطيرة. ولكن في الحقيقة هذا الموضوع كله هراء، يعني ما في منه. القصة بدأت من هذا الرجل. بعد فترة كان في عدد من الجنود الطيارين طالعين برحلة تدريبية، عدة طيارات، توهوا أيامها كان الجي بي اس مش دقيق جدا، فتوهوا لما كانوا بدهم يرجعوا، وللأسف خلص البنزين ووقعوا في أو خلص الديزل ووقعوا في البحر. وبالتالي بدأت القصة هاي، استخدمتها الاستخبارات العسكرية الأمريكية بنشر قصة انه موضوع البرمودا، والناس صدقت الموضوع مع انه في ناس عايش هون، في سفن بتيجي كل يوم هون، وفي مطار عندهم. هذا اكبر دليل انه ما في من هاي القصة نهائيا. طبعا هلا صارت تورست اتراكشن، انها جزيرة جميلة جدا. هنأخذكم على العاصمة تبعتها اللي هي هاملتون. نعم، في مدينة هاملتون في كندا، في مدينة هاملتون في بريطانيا، ولكن عاصمة هذه الدولة اسمها هاملتون. طبعاً أول شغلة سويناها رحت الفيزيتر سنتر، شرينا تيكتس عشان نروح على هاملتون بالفيري. هاملتون العاصمة، بدنا نص ساعة من هون لهاملتون، وهذا هو التيكتس، عبارة عن شغلة هيك، حقه 4 دولارات ونص أمريكي ون واي، و 4 دولارات ونص راجع. أهلاً وسهلاً بكم في هاملتون. هذا الشارع الرئيسي اللي موجود في مدينة هاملتون اسمه فرونت رود، من أجمل الشوارع اللي موجودة هون، جميلة جداً. طبعاً زي ما تشايفين معظم الروفز أو الأبنية من فوق بيضاء، سبب أهم سبب إنه الحرارة، عكس الحرارة لأنه هم بصير عندهم درجات حرارة عالية داخل المحيط. طبعاً إذا ملاحظين هذا جمال المنطقة هون، ملاحظين انهم بسوقوا زي البريطانيين نفس النظام، واحنا هاي كرسي نفس نظام البريطاني على الرايح، عكس امريكا وكندا والدول العربية. برمودا سيتي اوف هاملتون. الحاكم العام تبعهم وظيفة مدينة وزارة الصحة تبعتهم. ولاحظوا على البلايت تبعت السيارة بس أرقام، فيش شيء هاي قبل أسير. ليش؟ لأنه ما أتوقع إنه في سيارات تيجي من مكان ثاني، يعني هي بس من عندهم. هاي شايفينه سير زاد سكر في كل العالم وضل شغال عندهم. هاي ماركت بليس، هاي زي سوبر ماركت تبعهم.
هذه احد اكبر الحدائق الموجوده هون، اسمها فيكتوريا بارك. حديقه صغيره جدا ولكنها تعتبر بالنسبه لهم سنترال بارك سنتر ايطاليا. هاي السيتي هول، هاي السيتي هول. هذا يسمى بالجلاس بيتش لانه فيه كما انتم شايفين على الارض، هو مش اساس، هذا عباره عن شيء زي الاساس، مش عارف شو هو بس مش اساس، يعني كريستال هيك شيء غريب ما بتجرح، يعني يسموه جلاس بيتش كله هذا النوع. منظر هذه، احنا الوحيدين هون. هذا هو الجلاس جاج، يعني هاي شكلهم مش طبيعي، يعني بس مشهور جدا. طبعا هاي ثالثة، هاي مطر ما تجرح حدا. على طول مدى الشط هذا هذا الفورت تبعهم او القلعه هون، هاي البيوت تبعتهم القديمه. هذا سكوتر مارت، بيأجروا سكوترز هون. وهذا طبعا اشهر سوق عندهم، سوق الكلوك او الساعه. رايحين على اقدم سنتر عندهم. هذا السنتر طبعا هو برضه شوبينج وفارماسي. هاي كلها قديمة جدا، هذه الفارماسي وشوية هيك المباني حلوة جنبها. بشكل عام طبعاً إذا بتمشوا في هذه الأحياء الجميلة راح تشوفوا طبعاً هذه المناظر. هذا هون البحر أو المحيط، وهون قلعة، هاي هون القلعة، هون المحيط، الشجر هون، في أكواريومز للدلافين وما الدلافين. طبعا هذا الاكواريوم اعتقد 30 دولار على الشخص اذا ما خانتني الذاكره، ما دخلناه ما معنا وقت. وهذه هي زي ما انتم شايفين غاد القلعه نفسها، هذه البيوت تبعتهم. طبعا هون زي ما انتم شايفين هاي القلعه والفورت،
هون الناشونال موزيومز وعندهم الدلفيناريوم كويست كمان. واذا لفينا هون بالضبط راح يكون عندنا الكوبرت ريس، هذا مبنى مشهور عندهم مطاعم. كوبرت ريس زي ما شايفينه مركز السنتر تبعهم، وفي مطاعم في نص المطعم.